طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد جدا أن أكون معكم اليوم في موضوع أتوقع أنه موضوع مهم. مهم صراحة لي أنا ابتداء، لأنه كنت أبغى أطلع على هذا الموضوع من فترة. أحس أنه مهم، حضرت له زي ورشة عمل قصيرة أو محاضرة من سنوات خارج المملكة. من ذاك الوقت وانا افكر فيه انه كيف نستفيد منه اكثر، لان احساسي انه احنا ما احنا مستفيدين منه في مجالاتنا. الموتور ليرنينج او التعلم الحركي، صحيح المحاضره اليوم عن الموتور ليرنينج والفويس ثيرابي، بس حتلاحظون اكيد ان شاء الله انه الموضوع ممكن استخدامه في اني تايب اوف فويس ثيرابي، عفوا اني تايب اوف ثيرابي، في التخاطب وغير التخاطب، اني ثينج يدرب على اي شيء، يدرب على الحركه، اني موفمنت ممكن تستخدم فيها الكونسبتس اللي ممكن نتكلم عنها اليوم. المحاضره مسجله، المحاضره فيها تيرمز مصطلحات كثيره كانت بالنسبه لي انا برضو جديده الى حد كبير، ومع الوقت قعدت في القراءه والاطلاع تعرفت عليها اكثر، فحتلاحظون في كثير من المصطلحات جديده يعني مليانه. معليش. الشغله الثانيه، المحاضرة زي ما مسجلة، فأقترح أنه النقاط الجديدة اللي قد تمر على البعض، أكيد البعض كنت درع على الموضوع يعرف أكثر مننا، بالعكس حنسعد فيه، وهذا وحيكون عندنا وقت إن شاء الله لطرح الأسئلة والاستفسارات في آخر المحاضرة إن شاء الله. فاللي عنده تعليق وكذا نسعد فيه تماما، لأنه موضوع جديد نوعا ما، والأبحاث فيه الريسيرش والستاديز في مجالاته قليلة خصوصا في الفويس. فعشان كده نقول اتمنى اني اقدم حاجه جديده اليوم مفيده للجميع، ومفيده ليس فقط في الفويس، في اي شيء في مجالات التخاطب الاخرى. طيب، لو سمح لي المودريتر ابدا، ابو كريم نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل وتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويلكم اول. If you know, my name is Khalid Al-Malki, professor of phoniatrics. Today, I will talk about motor learning in voice therapy, but again, what I will be talking about is motor learning in general. I think it will be beneficial, as I said, in many aspects of communication problems, dealing with communication problems in therapy. The sources of my presentation, and when I talk about voice, are from these two sources, and others, of course. Those are two articles in journal, published in Journal of Voice, recent articles, 2020, about motor learning and its relation to singing and voice therapy. But also, I will present information from different sources also. Okay, let me start by this poll, and let me see your recommendation, your impression about the idea of what I'm talking about. You should now see the question I'm posting. Let me see also here. This is a question. What do you think about motor learning? What is motor learning? You can start now. If you can see the poll, you can start now answering. What do you think? You cannot see the poll. Please activate the poll from your side, Dr. Khalid. Prof. Khalid. I can see answers now. Some are answering already. It appears and it disappears again. Okay. It is appearing. Okay. تمام، يمكن تاخذ وقت شوي مع الانترنت. فاسعد مشاركاتكم، احنا 10 الان شاركوا، حنوقف بعد شوي، اتمنى من الجميع يشارك. يعني it is ideas. What do you think about motor learning؟ يمكن 10 ثواني اوقف عشان بس وقتي ووقتكم. 14 شاركوا معنا الى الان. طيب، اذا سمحتوا لي حوقف الان بس نشوف الايدياز. And I will share the results. You can see the results now. Learning how to operate motors. يعطيك العافية، شكرا. كويس، يعني ممكن تكون مفيدة أيضا هنا. ولا تستغرب ترى it is a motor act، ممكن تكون مفيدة.
learning details about and information about motor skills. يعني السؤال هذا يتكلم عن information. Is it more of information فقط؟ يمكن السؤال هذا متقاربين. الأغلبية فعلا جابوا أقرب بالنسبة لي الأقرب إلى الموتور learning. Something practicing with information, لكن فيها practice وفيها learning till the act skill is executed automatically. Right. Let us continue now. Motor learning is a blanket. يعني حتلاحظوا الترم هذا يستخدم في مجالات كثيرة. فيها many phenomena, approaches, disciplines, and it can apply to movements and tasks from different fields. Like in what we are talking about today, when I talk about motor learning, I mean it is learning a skilled movement. إذا عندنا movement, we need to learn about it, and then practicing it with a goal, certain goal, is to execute it nicely and eventually doing it automatically. أتعلم حركة معينة حتى أفهمها, أتعلم عليها, أتدرب عليها, practice حتى I master it automatically. مهم هذا المجال, مهم ليش؟ Why? Because learning those concepts in motor learning give us a patient, a client, ourselves, لما أتعلم حاجة جديدة, ability to learn, to have retention of the information of the skill, and then I can transfer it to other new skills. وهذا مهم جدا. في مراجع قسمت الموتور ليرنينج into stages. هعرض مرجعين فقط, you can understand the idea. مرجع قال انه الفيرست ستيج از اكوزيشن. تبدا الان to acquire الحركه الجديده. And then مع التدريب you have retention of that movement and maintain it. You'll be able to execute it and improve it. حتى تصل eventually لمرحلة transfer, and then you generalize what you learned, motor skill اللي تدربت عليها في voice therapy, في speech therapy, حتى في movement, في التدريب السباحة وغير خلافه. You can transfer it and perform it in similar, maybe not identical situations. فهذا eventually what we can reach. بعضهم قسمها قال لا خلنا ننظر لها differently وهي متقاربة. أول stage من cognitive stage. يعني initially يبذل الإنسان مجهود conscious effort. مجهود عقلي حتى يفهم الحركة. وفي البداية تكون slow, inconsistent. With time, تسمى الassociative phase, he can master some part of the movement, part of it is automatically, يعني في improvement, حتى تصل مرحلة الثالثة, وفي تشابه لاحظته بين two stages or two systems, يتسمى autonomous phase, يعني أصبحت movement or skill is performed, بعد فهمها accurately, largely automatically. إذن هي مراحل. خلنا نفكر بأي skill, any motor skill, بما فيها الـ speech therapy, الـ language therapy, بكل لوجه أقل عن language أقل, لكن more speech, more voice and swallowing بهذه المراحل المهمة. طيب معلش هعرض برضو بول ثاني أباك شاركوني, وأتمنى يشاركنا عدد أكبر في الـ another poll. رقم اثنين. هذا can you see the questions الآن؟ أتمنى تكون ظاهرة شوي, يمكن دقيقة بس حتى تكون ظاهرة. بين يطلع عندي, ما أعطاني مسج إنه طلع عندي. لسه مش ظاهرة. ما هو قادر يسوي launching له. طيب السؤال يقول why motor learning in voice therapy؟ يعني إيش اللي يخلينا نحتاج we study about motor learning in voice therapy in particular. Is it because the larynx has many muscles, عشان كده سميناها motor? Is it because of phonation is a motor act, فيها motor? Is it because voice therapy needs some learning? ولا كل شيء, everything, all of this. I think all of this. Phonation or voicing is a multi-facet,
multifaceted motor skill. يعني هي في الحقيقة eventually it is a motor skill. And larynx is an instrument producing voice where it is not seen clearly. ما هي جهاز بين أيدينا يطلع الصوت. It is in the larynx. فالتحكم فيه نوعا ما is not easy مقارنة بالother instruments. And phonation involves complex movements to produce complex outcomes, vocal outcomes. عندنا ال variation في ال pitch, variation في ال loudness, and other voice modalities. طيب هذا سلايد مهمة جدا. هذه من أهم شرائح اللي موجود في البرزنتيشن اليوم. Motor learning في ال في ال في ال في theory, ولما يتكلموا المتخصصين على motor theory يفرقون بين two phases. وأنا أظن مهم نفكر بالطريقة هذه in our understanding لل concept. مرحلة يسمونها pre-practice. ومرحلة أغلبنا وأنا واحد أكيد منكم ما كنا نركز عليها كثير. It is very important when you teach or train somebody on a motor skill. اسمها pre-practice phase. ثم ال practice phase المعروفة. خلنا نشوف شو الفرق بينهم. ال pre-practice phase هي ال phase before rehearsal and doing actually the movement, the skill. And in this phase, العلاقة بين ال patient أو ال client وال clinician قوية ومركزة لأنه الشغل حيكون فيها كثير. As I said, it is a preparatory phase, preparing to the practice. What is practice? He is putting the information, the preparation into practice. يبدأ يطبقها تطبيق عملي وفعلي. Supervised, لكن mostly unsupervised. ممكن يسويها في البيت, يسوي الموتور سكيل في البيت, يسويها لحاله. يسويها train on this والترينر إذا كان نسميه أو الفيزيشن أو الكلاينت يتابعه من بعيد أو من قريب. So pre-practice ولها variables هنتكلم عنها وpractice. هنا في شغل كثير يجب ينعمل قبل الوصول إلى practice phase. خلنا نأخذ كل واحدة منهم ونمر عليها. We sail into the terms will normal culture in this field. In pre-practice, في عندنا five variables. معلش terms مصطلحات لكن بحاول أبسطها قدر الإمكان. أعيد وأكرر. الآن مرحلة ما قبل الدخول في التمرين العملي. مهم جدا في رأيي في نظري ونظر الباحثين اللي درسوا الموضوع to put those variables into action أثناء training voice or otherwise. أول مرحلة الموتيفيشن. ثاني مرحلة الموديلين عمل القدوة. ثالث شيء what is called vocal information معلومات شفهية. رابع شيء الموفمنت attempts. Movement attempts. هل ممكن يكون عندنا movement attempts و practice في مرحلة ال pre-practice؟ نعم لكن على مستوى منخفض حنتكلم عنه بعد شوي. والفيدباك. Again عندنا five variables حنتكلم عنها باختصار وأعطي أمثلة عليها. في أي مجال في الموفمنت تريننج والموتور ليرنينج في التخاطب بشكل أساسي خاصة زي ما قلنا لانجوج عفوا سبيتش فويس والسوالوينج يمكن لحد أقل شوية اللانجوج اللي إذا كان فيها موتور أكتس وفي الفويس إن بارتيكولر حنركز عليها أكثر الآن خلينا نمر عليها واحدة سريعة هذه الفاريبلز بعضهم يجمعها في واتس كولد موتور ليرنينج كلاسيفيكيشن فريم ورك خلنا من المصطلحات خلنا نفهمها أكثر. What is motivation, modeling, verbal information, movement attempts and feedback في مرحلة ال pre-practice. شرح حاطي العلم definition وبعض المعلومات وأمثلة عليها. Motivation معروف التحفيز. التحفيز مهم جدا في مرحلة التدريب أي تدريب. And they say this motivation can be established and increased by two main methods. طريقتين تحفز وتزيد الموتيفيشن عند المتدرب عند الليرنر عند البيشنت عند الكلاينت. احساس تحسيس المريض بالimportance of the task. اتكلم مع المريض والله هذا الموضوع مهم. والشغله الثانيه setting goals. توضيح هدف معين هدف تحديد هدف نحاول نوصل له. Without this حيكون الوصول للريزلتس المطلوبه الاوتكم المطلوب حيكون deficient. ممكن الموتيفيشن از هابينج ات ذا ليفل اوف ذا ثيرابي بشكل عام في البدايه لما اقول والله عندك مشكله الفلانيه يو هاف فوكال فولد نوتيولز حنحتاج جلسات
والجلسات اسبوعيه و ممكن ابدا الان الموتيفيشن على مستوى انت تحتاج جلسات ولا ما تحتاج. ممكن يكون على مستوى السيشنز لما يبدا يحضر معي جلسات حاعطي له اهميه كل جلسه importance كل سيشن في الـ therapy program والـ goal for each session. والله الجلسة اليوم حتكون عن كذا وأهميتها كذا، بكرة أو الأسبوع القادم حيكون السيشن الفلانية وأهميتها كذا وهكذا. ممكن يكون على مستوى التاسك في نفس السيشن حناخذ many tasks اليوم، الآن حندربك على كذا، حنتدرب على كذا، فيها خطوات معينة نعطي له إيش الـ importance حقتها وإيش الـ goal حقها. وإذا كان أحياناً it's a complicated task فيها many movements يمكن في movement in that specific task. So it can be at a movement level, task level, session level أو therapy كone of the modalities. خلنا في المثال. ممكن أقول له على مستوى motivation حضورك للجلسات عندنا في العيادة والتدرب عليها في البيت سيحسن بإذن الله أدائك الصوتي ويقلل من البحة لديك. قاعد أقول له why attending sessions is important. وأقدر أقول له كمان عشان to increase the motivation إحنا بإذن الله بنهاية هذا الثيرابي سيشن الثيرابي بروجرام الفويس ثيرابي بروجرام بإذن الله ستستطيع أنت، هدفنا أنك تستطيع إكمال يومك الدراسي إذا مدرس مثلا الحصص اللي أنت عليك بدون ما تصيبك البحة. ما في عندنا هدف واضح نشتغل عليه وفي importance. تخيلوا لو كل جلسة نبدأها بهذا الوضوح أتوقع أنه حيكون قدرته على تعلم الموتر أكتيفيتي أفضل. موديلينج. موديلينج فيها physical involves includes physical demonstration of the target movement or target task. يعني المدرب المعالج يسوي demonstration physical demonstration معروفة قدوة. Why is this? لها أهداف حنتكلم عنها بعد شوي. من أهمها giving chance for the client, for the patient, for the learner, for the trainee, إنه to observe and know what is should be done. It can be modeling, ممكن visual. أنا أوريه الحركة المعينة زي مثلاً abdominal breathing أو auditory. أقول له اسمع أنا بقول لك أنا الحركة وأنت اسمعني. Modeling is important لأنه as I said. يعطي له قدرة أنه to observe the trainer, the movement نفسها and employ strategies to enable learning. حيركز المريض كيف أوصل لهالمرحلة هذه لما القدوة أمامي للمدرب أمامي يسوي الحركة هذه أو movement and set up for the patient, for the client what they call the reference of correctness. لما يشوف المريض يشوف المعالج أو الطبيب أو الأخصائي يقوم بالحركة المطلوبة يعرف أنه هذا هو الصحيح. This is the reference of correctness فيحاول يوصل له. يبني مع الوقت السنسوري input سواء كان by seeing أو hearing وأحياناً tactile. نعطيكم مثال. مثلاً ممكن العالج يقول أنا الآن سأقوم بأداء التنفس البطني. كويس؟ التنفس البطني. شوفني كيف أسويه. راقبني كيف أسوي. والمعالج يقوم الآن يعمل يأخذ التنفس البطني كيف إنه يأخذ النفس في البطن والأبدومن goes out يطلع الأمام والخلف. الآن على at this stage المعالج سوى الحركة الصحيحة بطريقة سليمة و doing it demonstration والمريض قاعد يراقب. This is called modeling. طيب what is verbal information؟ ترى على فكرة أغلب الأشياء اللي حقولها اليوم أغلبنا يعملها، جزء منها أغلبها قد تكون من غير ترتيب، لكن I think إنه إذا وضعنا هذه الخطوات intentionally in mind والباكجراوند of our background of mind يعني ونمشي عليها بشكل systematic أظن حتكون نتائج أفضل. طيب verbal information، verbal اللي هي المعلومات الشفهية ممكن تكون على ثلاث أشكال، خلكم معي. شيء يسمونه explanation شرح، أعطي له معلومات giving information إما قبل أو بعد، يعني خلينا نقول نبسطها نعطي له معلومات إحنا نسويها كذا ومطلوب منك تسوي كذا معلومات. المستوى الأعلى اسمها instructions. يفرقوا في الموتور ليرنينج between explanation والinstructions. قلنا explanation أشرح معلومات، الinstructions فيها معلومات لكن فيها asking to perform
يعني المريض يسوي حركة قدامي شوي، أنا ممكن أسوي له إياها بس هو يسوي لي إياها، فهي مستوى أعلى من how to know about it. في مرحلة أيضا إضافية يسموها perceptual training، يعني أقول له أنا بسويها قدامك أو أنا بشرح لك إياها، في المرحلة أقول له ركز معي، شوف كويس الحركة اللي بسويها، اسمعني كويس، حس أحياناً أقول له مثلاً أحط يده كده على الرقبة عندي، أقول feel the vibration لما أقول أو أحط يده على البطن أقول له feel the movement of the abdominal wall. هنا في perception، بدل المريض أنا أرسل له معلومات information sensory، sensory motor seeing hearing and feeling. هاي three verbal information. صح هذه ما هي verbal perceptual، لكن يعني accompanied by verbal. فعلى مستوى verbal information عندنا شرح instructions and perceptual training. يقول أصحاب العلم والتخصص if you choose instructions، وغلبنا يستخدم instructions اللي قلنا في information مع some يعني demonstration إلى حد ما أو asking the patient to do something، دائما يقولوا try to be your instructions تكون short and simple. يعني إعطاء الشرح طويل خاصة لما you give specific، أنت تبغى تدربه على task، specific task abdominal breathing مثلا، لما تعطي له instructions خليها short and simple especially if it is a new motor skill. كل ما كانت شغلة جديدة علي أول مرة يشوفها be short، خل كلامك وشرحك short and simple وخله more of goal directed. سوي كده علشان نوصل للمرحلة، نبغى نوصل للمرحلة الفلانية، أبغاك لما نتسوي الحركة هذه أبغى البطن يتمتد لفترة طويلة لمسافة مثلا كده سنتي. goal، we have goal. أكثر من ركز على goal أكثر من الحركة، مو خطأ تركز على الحركة لكن يفضل نركز على الهدف في أغلب الأحيان. أحيانا لا بد نركز على الحركة لكن التركيز على الهدف، هدف الموفمنت عادة يكون أفضل. نعطيكم مثال. على المثال النوع الأول، مثال اللي هو قلنا اللي هو أي أعطي له شرح explanation، والله أقول له مثلا إحنا نقوم بالتنفس البطني عن طريق الخطوات التالية، نأخذ نفس ثم يدخل النفس ثم البطن يتمدد الأمام، أشرح له الخطوات. في المرحلة الثانية الـ instructions أقول له والله هذه خطوات التنفس البطني، يلا الآن سويها قدامي أو أنا أسوي له إياها ويلا أسويها قدامي. فيها شيء من performance of the movement خفيف بسيط، يعني ما فيها زي البراكتس وتكرار، لا مجرد أتأكد أنه فهمني. أقدر أقول له كمان في perceptual training أقول له استشعر، حس بحركة بطنك، اسمع صوت الهواء وانت قاعد تاخذ وانت قاعد تطلعه، ركز معايا في الحركة هذه، ركز معايا في الصوت. وزي ما قلنا أقدر أقول له بحط يدك على بطنك لازم أحس الحركة، يدي قاعد تحرك. verbal information في كل الليفلز. تخيلوا لما المريض يدخل في المستوى هذا من pre-practice، لاحظوا إلى الآن إحنا في pre-practice نجهزه لمرحلة practice. طيب المرحلة الرابعة، الخطوة الرابعة أو الفاريبل الرابع حاجة اسمها movement attempts، شكلها واضحة، يعني في عندي البيسك movement أخليه يسويها قدامي كتارجت movement قريبة من اللي أنا أبغاها وأبسطها قدر الإمكان. ممكن تكون individually أو independently، يعني عفوا يعني أخليه لحاله، أو يكون معي guidance، ممكن أقول له سوي كذا الآن بعدين سوي كذا بعدين سوي كذا بعدين سوي كذا، هو يتبعني تماما. ممكن أقول له خلاص أنا شرحتها، قلت لك يا الفيربالي المرحلة الأولى، الآن سوي قدامي، أنا I keep silent، خلي يلا الآن اشتغل قدامي independently. فهذا خيار وهذا خيار. الguidance important for voice therapy. أنا أقول في كل movement لكن في voice therapy إذا ما كان في good explanation والinstructions كويسة للمريض ممكن هو يتعلم incorrect movements إذا ما حرص المعالج، وخاصة إذا كان جديد عليه and he goes into faulty compensation of phonotrauma. لكن طبعا في كل الموفمنتس. مثال أقول له مثلا physical movement attempts، بعدين يسمونه physical attempts، يلا حاول تطبق حركة التنفس البطني أمامي الآن، وضحت لك ولا لا؟ وأصلح له إياها شوي شوي. الفيدباك، ركزوا معي في الفيدباك. الفيدباك في كلام كثير شوي، في مصطلحات كثيرة بس أتوقع أنا متأكد كلنا فاهمينه وعارفينه، لكن في مصطلحات فيها شوية in this field مفروض نحن نعرفها ونستخدمها.
أول مصطلح يمر علينا اسمه augmented feedback. augmented feedback هو term يعني نوع من أنواع الفيدباك يختلف عن intrinsic feedback. intrinsic feedback المريض نفسه the patient the client نفسه يبدأ هو يصلح النفس، يصير عنده باي فيدباك يتابع نفسه يصلح نفسه. الأوجمنتد يعني باي ذا كلينيشن، يعني فيدباك جاي من المدرب من المعالج. أظن وضحت الآن. ففيدباك مهم جدا، هو الانترنسك مش هتكلم عنه الآن، نتكلم الآن الأوجمنتد اللي يقدمه المعالج الطبيب الأخصائي. له أنواع. Two types of augmented feedbacks. نوع يسمونه knowledge of performance KP. أنا صراحة ما أدري ليش يسمونه knowledge. المنطق يقول feedback of performance. لو يعني أكثر فهما لنا هو feedback، لكن على كل حال هو مشهور في الكتب حقت الموتور ليرنينج knowledge of performance KP. ركزوا على performance، يعني هو نوع من أنواع الفيدباك عن about the movement itself. يعني المعالج الطبيب يعطي فيدباك للمريض للمتدرب عن الموفمنت عن البرفورمانس. سموها knowledge of performance KP للتسهيل، انا افهمها feedback performance. النوع الثاني يسمونه knowledge of results. knowledge of results KR هذا KP، performance هذا KR results. ايش يعني؟ يعني الاوتكم. انا المعالج يعطي تقييم، يعطي الفيدباك بعد انتهاء الحركة، بعد انتهاء التاسك after، والكومنت عن الاوتكم نتائجها والله أدت بشكل كويس. يعني تعليقي أكثر على الريزلت على الاوتكم أكثر من البرفورمانس. احنا نسوي الاثنين مع بعض أحيانا، لكن في البرفورمانس في الكي بي نركز على الأداء الحركي غالبا أثناءها، الكي آر الريزلت غالبا بعدها. حنشوف الفرق بينهم بعد شوية وش الأفضل بشكل عام. ممكن ننظر الفيدباك طبعا من ناحيتنا بشكل آخر، ممكن نقول الفيدباك في الفويس ثيرابي يكون أوديتوري أو كاينستاتيك أو فيجوال زي ما أنتم عارفين. طيب الآن مصطلحات إضافية في الفيدباك يسمونها الكونديشنز، يعني كيف أستخدم الفيدباك. ممكن أعطي فيدباك من نوع الكي بي اللي هي بيرفورمانس على الموفمنت، أو أعطي نوع فيدباك اسمه الريزلتس. ممكن I modify the frequency of feedback يسمونها high frequency، لما أعطي feedback كثير يسمونه high. إذا ما نسمع مصطلح you are using high frequency feedback يعني أعطي له feedback تغذية راجعة كثير بشكل متكرر. لو عكسها ممكن يكون the timing of frequency. ليش أقول الكلام هذا التفريق؟ لأنه في دراسات درست وحوريكم الآن بعضها لما تكلمت عن التفاصيل هذه. وأجين هذه ترى نستخدمها كثير لكن ممكن ما فكرنا فيها بالطريقة هذه وعلى قلب بعضنا. التايمينج يعني أعطي له الفيدباك immediately بعد التاسك after the task ولا بعدها بشوي، وش الأفضل؟ إذن type frequency timing. خلنا نأخذ الآن شرح وأمثلة. أعيد أكرر نفس الديفينيشنز مرة أخرى عشان تكون سهلة. The knowledge of performance, P performance, يعني feedback related to the performance. أما results هو feedback, knowledge, feedback to the response, the result. إيش الأفضل؟ يقال أنه الأفضل الأكثر إذا كانت تختار بينهم أكثر شوية من results وقلل شوي من feedback أثناء الموضوع. يقارن طبعا اغلب الدراسات حقيقه في هالمجال في الموتور ليرنينج في السبورتس حقيقه وفي الاور فيلد اكثر في السبيتش ثيرابي في تعليم النطق واعضاء النطق في السبيتش ثيرابي، لكن الفويس قليله شويه لكن في تشابه لا باس به. فهذه دعوه لكم ندرسها بساينتفك ريسيرش حيكون جيد. لكن جنرالي يقال انه الفيدباك للريزلتس للاوتكم افضل من فيدباك تعطيه للموفمنت اتسلف، لكن مو غلط الاثنين هم ما يغلط، لكن اكثر من هذا افضل. طيب ايش افضل؟ اعطي له فريكوانسي عاليه من الفيدباك، هاي فريكوانسي يعني افتر ايتش افري ترايل، كل ما حاول محاوله اعطي له رايي، اعطي له فيدباك عليها اسمه هاي فريكوانسي، ولا اعطي له لو فريكوانسي اوف فيدباك اللي هو
only after some attempts. يعني خليه يسوي محاولة, حاول مرة ثانية, حاول مرة ثالثة, وبعدين أعطي له رأيي. إيش الأفضل؟ يقال إنه كلما قللت اللو فريكونسي بعد أكثر من محاولة أفضل. خلي أعطي فرصة للمتدرب إنه بعد اللي يسوي التمرين الأول, الترايل الأولانية, builds up his intrinsic, تذكروا الانترنسيك والأوغمنتد, خلي هو يبدأ his own intrinsic feedback. لكن مو غلط, يعني ما في هنا غلط وصح, إيش الأفضل بس. وطبعا تختلف من مريض لمريض على فكرة. طيب إيش الأفضل, immediate feedback ولا delayed؟ يعني immediate يعني feedback immediately after the attempt, أول ما يخلص راح أعطيه, ولا يخلص الموفمنت ونسولف شوية أو أخذ أسأله أنا إيش رأيك وبعدين أعطيه my feedback. يقال delayed feedback بشكل عام أفضل, لأنه ممكن يكون يعطي فرصة زي ما قلنا للبيشنت أو الكلاينت أو المتدرب أنه يبدأ هو بنفسه يفكر في الموضوع وbuilding his own type of intrinsic feedback. طيب خلنا نأخذ مثال على الـ P, knowledge of performance. ممكن أقول مثلا لاحظ أنك الآن بعد ما سوى الحركة, هو أثناء يسويها عفواً, هو أثناء ما يسويها, لاحظ أنك الآن أدخلت بطنك للداخل أثناء أخذك للنفس. هذا غير صحيح, هو قاعد يسوي التمرين. ها أقول له الآن is my augmenting his movement بالفيدباك حقي. الـ performance أو الـ result عفواً بعد ما خلصك outcome, ممكن أقول له ما شاء الله تنفسك البطني كان ممتاز, لاحظت أن بطنك دخل للداخل, أنت لاحظت أنه الهواء كيف خرج بشكل مريح, تنفسك كان ممتاز, كان outcome حقك كان كويس, صح ولا لا؟ feedback of the outcome of the result, يقال هذا أفضل. طيب خلنا نلخص الكلام اللي قلناه الآن, هذه من أحد الجداول اللي مأخوذة من from this reference. خلنا let's go over it again. ال knowledge of performance good for new skills, لكن generally كما قلنا the response generally better. ال high frequency المتكرر good في الكومبلكس سكيلز, إذا كانت حركة معقدة ممكن أحياناً إني أحتاج إني أعطي له frequency high, لكن generally خليها low بشكل عام. الديليد فيدباك بشكل عام أفضل. أعيد وأكرر أقول قد ما يكون دائماً خطأ وصح, في variability between patients, لكن generally هذه الدراسات تقول هنا أكثر. وأعيد وأقول أخرى مرة أخرى, أكثر الدراسات في مجالات السبورتس وفي مجالنا السبيش ثيرابي. طيب ما ادري اذا كان هذا حيشتغل ولا لا, خلينا نشوف اذا اشتغل هذا ولا نحصل لكم نوع الفيدباك. طلع عندي, اتوقع طلع عندكم الان. السؤال يقول الفيدباك اوف بيرفورمانس كي بي از جنرالي بيتر ذان كي بي, صحيح ام لا؟ الكلام اللي سمعتوه انتم الان والدسكشن اللي سمعتوه, أو قد تكون من خبراتكم أنتم, هل الـ KP أفضل؟ الـ performance أعطي له feedback augmented على الـ performance, ولا أعطي له أفضل الـ performance؟ هذا كلام صحيح ولا لا؟ هذا هو السؤال. زي ما قلنا هذه في الـ augmented feedback بنوعيها اللي احنا قلنا عليه. ممتاز الى الان 11 12 واحد شارك معنا, ممتاز 13 ممتاز جدا 14 10 8 نوقف, ممتاز جدا. طيب انتهينا دقيقه, خل اعرض لكم اياها الان. الاغلبيه فعلا قالت الجواب الصحيح انه الكي بي ما هو اقل, ما هو افضل. نعيد مره ثانيه نقول هذا مش لازم يكون دائما صحيح الكلام هذا, او يعني في كل الحالات, لكن الدراسات بشكل عام انه خلي يور فيدباك على الاوتكم افضل على الديتيلز اللي موجوده على الموفمنت. طيب ممتاز نكمل. طيب البري براكتس الفاريبلز اللي تكلمنا عنها في الفويس ثيرابي, تخيلوا معي الان بعد اذنكم خلال يمكن 10 ثواني او 20 ثانيه, تخيلوا الان انتم قاعدين في الجلسه, جلسة علاج صوتي, تذكروا الـ 5 variables اللي احنا الـ variables اللي قلنا عليها كيف استخدمها
في البري براكتس لسه الان ما دخلنا في تفاصيل الحركه القويه والتمرين التفصيل ايا كان نوع الفويس ثيرابي. على فكره الاشياء اللي قلناها هل ممكن نطبقها تكون مفيده ولا لا؟ في دراسات عملت، واحده منها اللي انا قدمت لكم اياها اليوم، راقبوا فويس كلينيشنز هم يدربون فويس سبجكتس، خلينا نقول ما كانوا كلهم مرضى، وقارنوا الموتور ليرنينج كونسبتس هل تطبق في الفويس ثيرابي ولا لا، ولقوا انه في 80% من البراكتسز في اللي تنعمل او الفاريبلز، خلينا نقول خلينا نستخدم في ساينتفك تيرمز في الفيلد، الفاريبلز والفاريبلز اللي في البري براكتس 80% مطبقه فعلا في الفويس ثيرابي. اذا زي ما قلت هذا علميا اثبت 80%. اتوقع اذا استخدمناها اكثر من كذا حتكون الفائده اكبر. الـ 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 انا خل اسالكم سؤال الان قبل ما ادخل هنا، وخلني اشوف في الشات اذا كان تقدر احركه الان، انا ماني قادر اطلعه، لكن ممكن تقول لي انت ابو، انا ما ادري ليش الشات ما طالع عندي الان. ابغى اسال what do you think the most effective pre-practice variable من الاشياء اللي قلناها؟ اذا قلنا اعطينا اكثر شيء مهم بالنسبه عندك، انا جبتها يلا ما مشكله. الموديلينج، قالوا الموديلينج غريبه. انا صراحه بيني وبينكم كنت افكر الموتيفيشن، قلت اتوقع الموتيفيشن اهم واحد، لانه اذا ما كان في موتيفيشن كيف يجي؟ لكن لاحظوا انه اغلب الاكسبيرتس قالوا الموتيفيشن، بعدها قالوا الفيربال انفورميشن بالمستويات الثلاثه، برضو مو الموتيفيشن. الموتيفيشن مهم، ما اقول لك ايش الاهم، برضو لقوا الفيدباك مهم، لكن الخمسه كلها مهمه على فكره. طيب كان هذا المرحله الاولى او الجزء الاول من البرزنتيشن، تكلمنا فيها عن البري براكتس. هل تبغى ابو كريم نفتح الاسئله ولا نكمل بعد الجزء الثاني ونفتح الاسئله في الاخير؟ اعتقد ان احنا ممكن نخلي الكويستشنز كلها في الاخر وتبقى ممتاز، مش صوت شاتنج، يبقى عن طريق الفويس. فانا اظن انه ممكن الاخوه الحضور والاخوات يعني ممكن يكتبوا اسئلتهم الان، من الان ما في مشكله عشان ما تنسوا الاسئله، وحنمر عليها ان شاء الله في الاخير اذا عندي اجابات عليها. طيب تكلمنا عن البري براكتس واخذنا فيه وقت مش قليل، رغم انه وانا حرصت انه انا اعرضه مبسطا حسب ما قيل في الاستديز، لانه فعلا وي اوفرلوك these variables. طيب مهمة، لكن البراكتس هي المهم أكثر. خلينا نشوف إيش قالوا متخصصين في الموتور ليرنينج، إيش قالوا في البراكتس، وكيف نحن نستفيد من those information this information in our field. The pre-practice phase كما قلنا it involves إنه the learner, the patient, the client we aim انه he or she will develop independence, consistency, control, automatic mastering في السكيل. هذا الهدف حقنا، يعني نبغى بعد ما جهزناه المرحلة الأولى في البراكتس فيز أبغى يتدرب عليها علشان to do it, to execute it independently without even supervision وفي situations similar or different. Practice may occur during the lesson, during the session, during training. مع الكليشن والبيشنت ممكن ندخل فيها ونخليه يتدرب عليها كثير. لكن مهم جدا انه to be done individually، عشان كذا الهوم ورك نسميه الهوم ورك، تدرب في البيت مع الاهل مع نفسك، سجل لنفسك في البراكتس هنا وهناك. Important concepts. تذكرون قلنا في البري براكتس تكلمنا عن 5 variables، 5 variables تكلمنا عنها كويس، الا الموتيفيشن والفيدباك و و في البراكتس عندنا 6 variables ممكن متغيرات اقدر العب فيها واغير فيها واستخدمها in my practice of a motor skill. Motor skill عيد واكرر مره اخرى any motor skill، اي حركه جديده any motor skill فيها task بشكل عام and also in our field.
وزي ما قلت لكم كثير من المعلومات اللي مأخوذة هنا مأخوذة من السبورتس وخاصة السبورتس سايكولوجي، تدريب على التمارين الرياضية، لكنها مفيدة وهتشوفون الآن إيش أقصد. أول variable، معلش مصطلحات وتعريفات بعضها شوية معقد شوي يخربط، أنا بحاول أبسطها قدر الإمكان، لكن ممكن نعيدها مرة أخرى إذا رغبتوا، وأعيد وأقول المحاضرة مسجلة إن شاء الله. طيب، أول variable اسمه الأماونت. Simple. A number of trials, a number of sessions, a number of tasks. Number. إما الأماونت يقول small number أو large number. يعني أخليه يسوي التمرين هذا بتكرار كثير، عدد مرات أباك تسوي لي 20 مرة، أباك تسوي لي 5 مرات. البوش أب مثلاً، أي سكيل تسويها أباك تسوي ليها الآن 5 أو 10 أو مليون مرة. هذه this is called the number. إيش الأفضل؟ نمبر أقل ولا لارج؟ خلينا نشوف. الفاريبل الثاني يسمونه distribution. Distribution. A distribution اللي هو number لكنه distributed over time. له إما massed distribution أو distributed. يعني distribution إما massed أو distributed. أبسطها أقول، يمكن أكيد يعني فهمتوها، بس للتأكيد أقول عندي تمرينات بسوي 10 مرات تاسك معينة، تاسك 10 مرات. إما أقول له المريض patient client أبغى تسوي 10 مرات في وقت محدود، 10 مرات وقت مضبوط small period of time، اسمه massed distribution. أو distributed، لا سوي ليها في وقت أكبر، وزع ليها على وقت أطول، سوي ليها في خلال ساعة، الآن وريح والآن وريح الآن وريح، ولا لا سوي ليها وراء بعض، سويت الحركة التمرين هذا وراء بعض سوي ليها أي حركة. يعني قلت لكم أي حركة، حتى لو مثلا ندخل إبرة في دخل خيط في إبرة، أي حركة. شو الأفضل؟ هنشوف الآن. variable الثالث يسمونه variability، constant variability أو variable truly variable. إيش هذا؟ amount و distribution قريبات من بعض. الamount number، distribution number، لكن I make the variability في، يعني أغير في التايم. أما the variability هنا اللي هو I'm doing the same أو different targets in a session، في جلسة واحدة. Constant يعني in a session واحد أسوي، خليه يتدرب وأدربه على same target، same session، same task في session واحدة. The variable لا، في السيشن الواحدة أخليه he or she doing different tasks, different targets. وأعطيك أمثلة بعد شوية. إذن في الفاريابيليتي أنا أتكلم عن الجلسة الواحدة. هل الأفضل في الجلسة الواحدة أركز على أخليه doing the same target ولا لا، ولا variable؟ الفاريابيليتي تخربط شوية مع الكونسبت حق السكجول، يسمونه السكجول. هذول الاثنين مع بعض فهموا واحفظوها معايا. الـ variability والسكجول مع بعض، إيش يعني السكجول؟ السكجول يعني one task at a time، يخلصها بعدين يروح اللي بعدها، اسمه blocked ولا random. مرة ثانية في السكجولين، والله لا أنا أبغاك ما راح نتدرب على في السبيش مثلا، نتدرب على الصوت الفلاني، عنده أكثر من صوت مخربط، الصوت أو الحرف الفلاني ما راح ننتقل عنه ولا أدربك على شيء آخر حتى تجيد لي الصوت الفلاني. إذا خلصناه ننتقل للثاني، هذا اسمه blocked practice. Blocked practice، أنا مغلق نفسي ومريضي وعلى على على one task at a time، scheduling at a time. الراندوم لا، ممكن من هذا ومن الثاني نتنقل. أظن الفرق، أتمنى يكون وضحت الفرق، ممكن نعيدها بعدين إذا بغيتوا. الثنتين الباقي الكومبلكسيتي واضحة. هل how difficult when I train، هل أعطي له simple tasks ولا لا أفضل أعطي له whole task، كل أدربه على الحركة معقدة كلها، مثلا أدربه على السباحة أنا أخليه يتدرب على الحركة كاملة، كيف أنه يحرك يده ويحرك رجوله أو في نفس الحركة ويسبح، أو في مجالات التخاطب عندنا أبغاه يعمل complicated complex movement، يتحكم في الجلسة حقته والنفس والصوت كذا في نفس الوقت، هل هذا أفضل ولا لا أخذها واحدة واحدة؟
تعتمد على أشياء كثيرة لكن درست هذا الموضوع. آخر نقطة الفاريبل الأخير اسمه attention focus. أدرب المريض أثناء البراكتس على أثناء الثيرابي أخليه he is focusing على الموفمنت الحركة نفسها اسمه الانترنال ولا على الإفكت حقها أثرها الأوتكم. تذكروا لما تكلمنا على الفيدباك هذه قريبة منها يعني اسمه attention focus. أدربه خليه ركز لي على الموفمنت نفسها ونركز على الموفمنت وندرب عليها ونركز عليها ولا نركز على الاكسترنال على برا. خلنا ناخذ شويه بعض الدراسات في الفويس صراحه ما لقيت عنها شيء كثير زي ما قلنا في اور فيلد في السبيتش اكثر. خلنا ناخذ امثله عليها الان البراكتس كونديشنز واظن هذه يمكن الشريحه الاخيره حناخذ فيها وقتنا شوي لانه فعلا كونسبتس نوعا ما جديده. الاماونت simply اتكلم عن النمبر كويس نمبر سمول نمبر قلنا اما سمول او لارج. سمول يعني لو نمبر نمبر قليل براكتسز اوف ترايلز ما في داعي اكثر عليك حناخذ جلسات يعني تمارين بسيطه وجلسات بسيطه. اللارج نمبر اقول لك لا في عندي هاي نمبر اوف براكتسز وهاي نمبر اوف سيشنز. طبعا اظنها بايولوجيك اذا اخذنا جلسات اكثر طبعاً بتوازن إذا خلنا جلسات أكثر حيكون الفائدة في البراكتس أفضل لأنه حيتدرب عليها. وعلى فكرة ممكن يكون زي ما قلنا في البراكتس during session وبرا. أنا بالنسبة لي أعتمد على اللارج لكن أنا بالانس عشان ما يتفشل المريض ما يزهق لكن there should be some training بلا شك. أتوقع أن مختلفين اللي يعني قصدي متفقين على ذلك اللي مختلف معنا ممكن يعطينا في الشات ونناقشها في آخر بعد البرزنتيشن. طيب الديستريبيوشن الديستريبيوشن زي ما قلنا سيم نمبر لكن في الفاريبل هنا في الديستريبيوتد في التايم قلنا اما ماست او ديستريبيوتد. ماست يعني براكتس از ا جيفن نمبر محدد لكن ان ا سمول بيريد اوف تايم. انا بدربك على الحركه هذه ابغاك تسويها في 5 دقائق 10 ضغطات 10 حركات 10 تاسكس ابغى تسويها في 5 دقائق اللي سويتها كذا حتدرب عليها اكثر. كونسبت بعضهم يقول لك لا 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 خليها ديستريبيوتد افضل يعني براكتس ذات نمبر 10 مرات الليفل نمبر في لونجر بيريد. يعني بعضهم يقول اذا وزعناها على الوقت فتوزيعها على الوقت حيخليه تو ماستر ات اكثر. يعني خلينا نشوف ايش الصح. بعضهم قال كذا بعضهم قال كذا. طيب ندخل الان في الثنتين المعقده شوي الفاريابيليتي. الفاريابيليتي زي ما قلنا قبل شوي the same or different in a session في الجلسه الواحده في السيشن الواحد. constant يعني practice on the same target في السيشن. الفاريابل practice on different targets في السيشن. هذا هو. هل افضل في السيشن اخلي لا ما نغير ما اخربط المريض اخليه في السيشن الواحده يركز لي على حاجه واحده ولا لا خل اشوف اذا كان اقدر الان اضيف هذا. I will stop this. I will see if I can create stop this. Can I online create ولا لا edit. طيب يمكن ما اقدر اسويها الان time. طيب انا ابغى اسالكم اكتبوا في الشات بعد اذنكم اذا كان اقدر اخرج الان to see the chat. اكتبوا في الشات what do you think what is better what do you think is better for you more practical for you. خلا احط فيها سلايد مره اخرى. what do you think the constant variability ولا the variability افضل اني في السيشن في الفويس بشكل خاص وبشكل عام في الثيرابي افضل اني اي تيك ذا كونستنت تايب اوف براكتس اعطي له ذا سيم تارجت في السيشن ما ادخله واشوش عليه في فاريبلز مختلفه ولا في تاسك عفوا مختلفه ولا لا ات از بيتر تو يكون عندي فاريبيليتي حتى تو ماستر ات مور. اكتبوا لنا بعد اذنكم
وش رايك في ريسبونسز؟ انا ما اقدر اشوف الشات، قول لي اياها بعدين لك يا ابو كريم. Yes, there are some responses and they can write their responses in the chat. And ايوه ممكن تقول لي اياها بعدين لك. ممكن تقول لي اياها. Okay. Please write your responses in chat regarding the questions Dr. Malki, Prof. Malki asked about. نتكلم عن, we are talking about the variability. What do you think of the variability? Variable. One of the responses variable. أنا كنت أشوفها الآن. خلاص قدرت أشوفها الحين. Okay. Variable is to avoid boring during session. الأخت مها ترى ال variable أكثر. الأخ سعيد يرى ال variable. يكون في variability. نورة, maybe we can start with constant and then move to variable. ممكن حركة ذكية. دكتور جمال, more of variable with minimum requirement. ممكن. دكتور حاتم يرى المكست. صحيح. بس دكتور حاتم هل ترى أكثر من ال you make the variable in your practice ولا constant؟ صح الميكسينج طبعا دائما الاثنين, why not. طيب كويس, يعني في different views, ما في right or wrong, لكن generally يقولوا الفاريبل افضل. اوكي generally. طيب خلينا نكمل الكونسبت الثاني اللي شويه برضه يكون فيه تعقيد شويه احيانا, اسمه السكجولينج. خليني اشرحه مره اخرى. السكجولينج اما يكون بلوك سكجول او راندوم سكجول. Blocked schedule يعني at a time, عشان نفهمها at a time. هل في blocked target practices separate like successive blocks of treatment of the phase, يعني أول شيء أقل يخلص الفا sound قبل ما يروح للزا. يعني أنا عندي هدف واضح, خلص لي, خلنا نتدرب على الصوت الفلاني, الحركة الفلانية, التاسك الفلانية, المهمة الفلانية, الموفمنت الفلاني, نخلصها. اذا يوف ماسترت نروح اللي بعدها برضو. ما لا نخربطنا. ال 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 الناس اللي ماشيه على الراندوم يقول لك لا يا اخي ليش التعقيد, بالعكس اذا انت خربطته وتشالنجت ذا بيشنت وذا سبجكت انت حتخليه تو ماسترت مور. الراندوم يعني ديفرنت تارجتس انتر ميكست, ممكن ف وز في السيشن الواحده, في الجلسه الواحده ممكن اعطي له اكثر من صوت, أكثر من تاسك في الفويس ثيرابي. لا 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 أنا أبغى البلوكت, لا 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 إحنا حنبدأ جلسة جلستين على الأبدومينال بريثنج, ما راح أعطي له شيء غير ثاني. وبعد كذا مع الوقت بعد لما خلصت ماسترت أروح اللي بعدها, هذا بلوكت. بعضهم يقول لك لا لا أنا ممكن كبداية آخذ بلوك, لكن أنا أبغى بسرعة أروح الراندوم. ممكن اعطي له نبدا في الابدومينال بريثنج لما يفهمها, واحنا ماشيين شوي ممكن ارجع مره ثانيه للابدومينال بريثنج, ممكن ارجع مره ثانيه للهاي بيتش, يعني اسوي له راندمايزيشن. طيب برضو اسالكم نفس السؤال, اشوف يور براكتس انتم كويس هنا, يو جو وذ بلوكت ولا راندوم؟ ممكن بعد اذنكم اعطوني في الشات انا اقدر اشوفه الان. دكتور حاتم يقول blocked or random according to the response of the patient. تبدأ بإيش يا دكتور حاتم؟ تبدأ بإيش؟ تبدأ بال blocked ولا تبدأ الأخت منى تقول بالراندم؟ دكتور حاتم يبدأ بال blocked, يعني أول شيء أركز على شيء معين في at a time وبعدين أدخل في الراندم randomization. الأخت دانا تقول blocked, they will achieve the task easily without getting confused. ممكن الرنا blocked. طيب ممكن, يعني انا اظنها view كويس. To my view, قبل ما اشوف responses اضافيه, اذا كان السيشن الجلسات التاسكس one depending on the before, يعني start by block. دكتور جمال I agree, اذا كان السيشن التاسك الثانية نمبر 2 depends on number 1, ممكن في البداية أنا شخصيا لا أركز على البلوكت تايب, على البلوكت سكجول, لا لا إحنا هنركز على هذه. لكن later on مع الجلسات ممكن المريض ينسى. I may use
variable, استخدم ال variable علشان انوع له في نفس الجلسة, والراندمايزيشن ارجع لحاجة قديمة واسويها في البراكتسز, لكن في البداية في البلوك. صحيح الأخت أنفال, I think random because the words consists or consist with many of many sounds in case of speech therapy. فتبدأ بالراندم. طيب والله view, لو أنا الأخت أنفال تقول إذا كان أنا بس أركز أكثر على الـ على الـ على الـ على البلوك, في الأخير في لما يروح في حياته العملية ما راح كلامنا مو حروف وراء بعض مصطفى ونفس الأصوات, حروفنا مختلفة, السين قبل الفاء والفاء قبل السين, فالراندم أفضل. طيب أخت أنفال ممكن, طيب يمكن يمكن confused, يمكن ما يقدر, كان ما كانت ماستر. لو واحد قال لك يمكن صح معك حق في الورد يكون أكثر من شيء, لكن يمكن يكون he's confused, he will be confused, ما يقدر to master نقطة حتى يروح للثانية. إيش تردين؟ هيسوم انك تكتبين. على كل حال ترى هي different views كويس, فالخطأ من هنا ولا هنا ما في خطأ, انت you try, لكن في general concepts زي ما احنا قلنا. طيب يعطيكم العافية, نكمل. المبدأ الـ variable اللي قبل الأخير يسمونه attention focus. هل الأفضل يكون الدرب المريض يكون عنده internal focus, يعني focusing on the body movements, يركز على حركته اللي يسويها أي كانت الحركة, على الأبدومن, يركز على الأبدومن حقه وهو قاعد during training the practice phase, ولا يركز على ال outcome, على الأكوستيك signals, على الفلو اللي يطلع, على الصوت إذا كان في صوت, مش اللبس, مش الموفمنت itself, على الأوتكم حقها internal or external. هنا 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 الفرق. برضو بعد إنكم أستفيد منكم ونسمع تعليقاتكم. Again, أفضل both, دكتور حاتم both, ممكن نستخدم الثنتين. هو أتفق معك, لكن تميل أكثر لإيش؟ أو خلنا نبدأ, خلنا نقول دائما حنبدأ. هل تبدأ مع المريض أو مع البيشنت أو الكلاينت أقول له ركز لي على الموفمنت, على حركتك وأنت قاعد تسويها على يور أبدومن during الموفمنت أكثر, ولا أقول لا ركز على الصوت, ركز على الهواء, ركز على الأوتكم. إذا أنا قاعد أستخدم MDVP ولا any signal أقول شوف البيوفيدباك, شوف كيف الصوت عندك حصل تحسن, كيف الجراف طلع. هذا اسمه external focus. إيش رأيكم؟ منيرة تقول external. إذا عندك تفسير يا منيرة view جميلة, لأنه الأوتكم أكثر. أنا أخليه يشوف الأوتكم, ليش أركز على نفسه على حركته. الدكتور حاتم يقول motor more, هو إحنا نتكلم عن internal ولا external؟ قصدك ممكن تكون الانترنال, يعني أخليه في البداية يركز على الحركة نفسها, ها كيف يؤدي الحركة نفسها هو الانترنال. نعم انت ترى انه نبدا بالانترنال فوكس, يركز على الحركه انترنالي وبعدين اللي برا. ديفرنت فيوز, انا اظنها كلها مهمه. ممكن اي تيل يو سمثينج, ممكن انا اي ثينك انه ذس بيشنت او ذس كلاينت يتحسن اكثر بالانترنال. ممكن وان اي فيل هي از كونفيوزد, ما هو فاهمني, تخربط. نورا تقول both, لكن more of internal because I think body movement that will affect أو had an effect has an effect on the external. برضو وجهة نظر جيدة ومحترمة. إذا أنا ركزت internally على الحركة وتدربت عليها automatically حيطلع برا, حتى will be the outcome حيتحسن. بعضهم أخت نورا يقول لك لا بالعكس, أنت لو ركزتي, بعضهم ها إذا ركزتي على الحركة فأثناء التريننج لما يروح برا حيركز لي على الحركة نفسها ويتوه. لكن ليش ما نخليه يركز على الأوتكم, يركز على الصوت اللي هو في الأخير أو الجول مثلا. الأخت زينب, دكتورة زينب تقول أنه internal then external. دانا تقول starting first with his movement and then shift to the outcome. أنا أظن يمكن هالكلام هذا اللي قاله دانا يمكن, يعني أنا personally أحس أنه جيد,
وأضيف له أيضا اللي كنت بدأت أقوله أنه ممكن أنا أرى أنه الانترن أفضل، لكن لما دخلت في الانترن المريض أو البيشنت أو الكلاينت ضاع مني، جلسة جلستين ما هو مركز معايا، إذا ركز على المومنت تخربطت أموره، أغير أجرب اكسترنال، أقول له طب خلاص مو مشكلة، ركز لي على الصوت أسجله وأسمع له صوته، ركز لي زي ما قلنا على السكرين وأجيب له على الشاشة على السكرين، خلي له اكسترنال. في patients do differ، بعضهم يكون هذا أفضل من الثاني. كلام جميل، يعطيكم العافية. آخر variable عندي اسمه target complexity، يعني إما أني أركز وأشتغل على simple level ولا complex level. إيش simple level؟ simple level يعني easy، something can be acquired easily and in the early stages. قلنا sounds، نتكلم عن speech الآن، زي plosives. لا لا أنا حبدأ بالplosives، إذا كان في عندك أكثر من مشكلة حبدأ بالشيء السهل. بعضهم يقول لك لا 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 start with the complex، لأنه أنت إذا if he mastered أو she mastered the complex، الأشياء الصعبة بعد السهلة بعد كده he will master it. ولو قعدنا في السيمبل فترة طويلة يمكن he will not go into the complex stage على طول. فخلنا نشوف رأيكم أنتم، إيش رأيكم؟ أبدأ وركز على السيمبل في الكومبلكسيتي، نركز على الأشياء البسيطة نبدأ فيها وركز عليها، ولا على الـ على الـ 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 الكومبلكس؟ أخت أفنان خلونا نشوف تعليقك على الجاية واللي راحت. still depends on the patient ability. صحيح، I agree. نورا I agree with them but in some cases it works correct. I think it depends on the patient. صحيح تماما. طيب الأخت منى تقول start with the easier، simple، يعني start with simple practice. Simple practice. It depends on the patient readiness. إيش رأيكم؟ دكتور حاتم يقول simple. Start with simple. يعني unfair إنه نروح للcomplex على طول. Start. دكتور زينب أو زينب تقول start with simple to complex. Stimulable. إذا كان stimulable ولا لا. يعني ما أنتم ماشيين مع الرأي اللي يقول لك دفوا في البحر، حيتعلم سباحة. يعني لأنه يا يموت حيتعلم. خلوا هذا رأي، يعني هذا يقول لك الكومبلكس سكول. في different views، في other views. إلى الآن الجميع متفق إنه simple. رنا تقول simple to motivate the patient. وجهة نظر جيدة. ممكن لو بدأنا، رنا تبغى تقول إنه إذا بدأنا بالكومبلكس يمكن يصير عنده إحباط. ما أقدر أسوي، ماني قادر أسويها خلاص. وماني قادر أكمل. دكتورة زينة وقتينة تقول برضو complex might show rejection. نقطة وجيهة. أنا خلني أربط الآن بين ال practice وال pre-practice. في ال pre-practice جزء من ال variables إحنا قلنا عليها ال variable، ال motivation وال modeling وال attempt. تذكر ال attempt اللي قلنا عليها؟ ال attempt ال physical motor attempt يعطيني فكرة، أنا قد تعطيني فكرة أنا في البراكتس وأنا أروح. نورة for this condition it depends on the case. Some they work for them، يعني with them the complex to start with complex. Some complex will depress the patient. I agree fully. يعني it depends. ممكن أنتم لاحظتوا كثير، كررناها كثير، هذه خيارات مطروحة عندك كويس. هذه variables في البراكتس والبريبراكتس. في general rules، لكن دائما it depends on the patient. It depends on your experience. أتفق معكم تمام. يعطيكم العافية. مشاركات جميلة. طيب خلنا نشوف البول الأخير إذا كان اشتغل، وأتمنى إنه يشتغل معايا. رقم 4. Launch. طيب أظن اشتغل عندكم. الآن خلصت على فكرة. خلصنا البرزنتيشن اليوم. ممكن نقول ريفيو في الأخير. أسأل سؤال فرانكلي، أنا ما أعرف ترى مين الأسماء الموجودة، أنتم عارفين سؤالي. I think you think إنه studying, digging more, reading about motor learning can improve my voice therapy in particular and in therapy techniques in general. لما I read more about motor learning, about pre-practice, preparing,
practice Alhamdulillah session in this way. It is a pre-practice phase and then practice phase. كل واحدة, I have different variables, I may use them. فإيش رأيكم إلى الآن? What do you think? إلى الآن 12 من 23. يلا الباقيين, أنا ودي فوق العشرين يشاركوني. 15, يلا لسه ما حستنى شوية. أبغاكم تشاركوني. يعني say don't agree. ما هي مشكلة. If you think it is complicated, why to complicate things? إحنا عندنا خبرة وخلاص. يا أنا 15 بس من 22. يلا يا شباب يا أخوات. طيب عشان وقتكم هوقف الآن. 15 شاركوا معي. And this is the result. Show or share the results. 16 شاركوا. Good results. أنا سعيد جدا أنه قدمت موضوع. أنا ما أدعي أني غطيت كل شيء أو شرحت كل شيء بشكل كامل, لكن يعني أتمنى أني قدمت topic يستحق القراءة عنه أكثر. To try to think about what we are doing in a different angle. Look at it from different angle, from motor learning. خاصة when we train our patients on motor skills. وعلى فكرة أعيد وأكرر, these concepts in any motor activity. تعلمك على طباعة الآلة الكاتبة, على الرننج, سكيينج, فوتبول, any motor act. طيب إذن let me sum up what we said in this presentation. To summarize, motor learning is learning a skill, a movement, a task, then practicing it till I achieve it and doing it myself and the patient automatically. We think learning these concepts will increase the acquisition for the patient or the client or myself, إذا أنا قاعد أدرب نفسي, and then to the level of retention, أحفظها وتبقى معايا مدة طويلة, and the transfer, أطبقها في different movements. وقلنا when we look at motor learning, هنتكلم عن preparatory phase, pre-practice phase وpractice phase. The pre-practice something before. Pre-practice نحتاج الكلاينت يبذل مجهود مع البيشنت, والaim is preparing. البراكتس فيز الآن خلنا نطبق, احنا قلناه بالvariables اللي قلناها عندي وكثير منه برا. في variables في pre-practice وفي variable في practice phase. في pre-practice 5 variables: الموتيفيشن, اشتغل على الموتيفيشن, اشتغل على الموديلينج, اشتغل على الverbal information, اشتغل على أعطي له أحياناً بعض الموفمنت أتمتس والفيزيكال أتمتس وأعطي له فيدباك بأنواع مختلفة بالكونديشنز المختلفة. لما أوصل لمرحلة البراكتس كويس, عندي 6 variables. I can verify في النمبر small or large, في الديستريبيوشن ماست أو ديستريبيوتد أوفر تايم, في الفاريابيليتي the same constant of variable, في السكيدجولينج أخلص شيء ثم the other blocked or random, complexity أبدأ بالsimple ثم الcomplex ولا أنوع بينها, والattention خليه يركز على movement internal أو external. يعطيكم العافية, شكر جزيلا, أتمنى كانت يعني قدمت شيء مفيد لكم وأسعد بأسئلتكم. بارك الله فيكم. Thank you so much, Prof. Khalid, for this interesting and wonderful presentation. As usual, impressive and attractive topic, as we used to hear from you. I think we can open the floor now for questions, and I encourage everyone to unmute. I will ask all to unmute his mic or her mic, and to use the raise hand option for asking question. Okay, Dr. Gamal, go ahead. Assalamu alaikum. Alaykum assalam. شكرا دكتور خالد على البرزنتيشن الجميل ده. هو طبعا الموضوع very nice. انا في بس كان عندي بس استفسار, يعني في حالة عندي حاليا يعني سينجر, اوكي,
فطبعا البراكتس معاها بدات معاها البروجرام وبدات الفويس، عندها المين بروبلم عندها في الريجستر بريك، يعني الريجستر بريك بتحصل في الترانسفير فروم اللو تونز للايه للهاي تونز. ف يعني هي مشكلتها انها مش قادره تجيبها، انا بحاول اعمل معاها. طبعا احنا برضو يعني السينجينج فويس بيختلف عن الـ عن الـ عن النورمال فويس يعني. فمن ناحيه يعني ايه الادفايس اللي انا اقدر اعملها؟ تقول طب انا اعمل ايه عشان اجيبها؟ يعني انا بحاول ان انا اديها البراكتس من اول الابدومينال بريثنج ريلاكسيشن الحاجات دي كلها، لكن في حاجه ناقصه مش عارف اجيبها معاها يعني. سؤال جميل ومر علينا حالات مماثله. انا اسمحوا لي قبل اقول رايي اسمع من الزملاء، يعني اي احد له اضافه على الموضوع. حاله سينجر السبيكنج فويس ما عنده مشكله، از اي اندرستود يعني ما في كلير ديسفونيا، هي ديس اوديا بحه غنائيه لما تطلع بين الطبقات، تنزل تطلع بين الطبقات بين الديفرنت ريجسترز يحصل عندها بريك. ف this break طبعا affects جمال الصوت للمتلقي و this is a disaster for the singer بلا شك. السؤال انه في الجلسات في صعوبة شوية انه to get that to overcome this problem. اسعد بالزملاء اذا كان في او الزميلات اذا عنده اضافة تعليق عليها. You can unmute اذا ما عندك مانع دكتور تامر، بروف تامر. Yes please. ايوه نبغى السيشن تكون انتراكتيف من الجميع، يعني اذا كان عنده اضافه اي واحد بخبرته مرت حاله عليه حاله مشابهه ممكن يعني نستفيد كلنا. Anybody willing? I think Dr. Jamal, to address your point, if the patients had a register break and cannot get high notes, one of the good exercises that you can try is pitch glides. You can do the pitch glide or vocal function exercise to glide from the high pitch to the low pitch through some phonatory tasks, non-phonatory tasks. So you can train him gradually to get the higher notes, gradually sliding from the lower notes. And this is a well-known exercise for getting rid of the pitch breaks, as you mentioned. طيب كلام جميل. انا كنت حقول قريب منه بس من ديفرنت انجل. بخبرتي الحالات الديس اوديا اصعب في علاجها من حالات الديسفونيا. الديسفونيا عاده قنوعين، البيسكس اذا صوته صار مسموع وما عنده مشاكل ما في اجهاد نو ديسفونستينيا وكذا غالبا ساتسفايد، لكن السينجر يحتاج الفاين تونينج. بخبرتي those cases they need singing teachers. الناس خبراء what I do أنه أنصحهم أعطيهم advices لكن أنصحهم يعني يقعدوا مع voice أو singing teachers باستخدام أصوات أو أدوات أو شيء زي كذا، لأنه فعلا وأتوقع أنه الجلسات هذه اللي يسوونها singing teachers تعتمد على الكونسبت اللي ذكره البروف تامر. حيطلبون منه، انا شفت فيديوهات على الموضوع هذا، حيطلب منه السينج تيتشر انزل معايا في التون، اما بيعطوا له مثلا على الاله الموسيقيه مع البيانو مثلا مثلا سي 1 ولا اللي هو الليفل حقها هنا، اطلع لي شويه فوق واطلع ثاني وانزل مره ثانيه. فالجلايدنج اب اند داون كان جيف ذا بيشنت ابريشيشن انه how to move from one register one level to the other. This is one. الشغله الثانيه increasing المدى الصوتي. اوكي الفونوتوجرام ممكن يساعد شويه في يطلع وينزل، فالفيجوال فيدباك بايو فيدباك اذا عندي واستخدمه حيساعدني برضه in controlling this. النقطه الثالثه الهيلث الفوكال هيلث والصحه الفوكال فولد is very important. يعني قد يكون dryness بسيط في بعض الحالات preventing him or her من انه كان glide easily. فنقول له اشرب مويه كثير. السهر ممكن he cannot control. زملنا dryness السهر الكثير الكافي الريفلكس. اتاكد كل الاشياء هذه
لانه هي نيدز او شي نيدز ريزيليانت فوكال فولز. التنشنج يكون يتحرك اوف ذا فوكال فولز ايزلي سموثلي. اذا كان عنده anything affecting احيانا حتى تكون اكتازيا prominent vessel في الفوكال فولد. These small things احنا ممكن ما تاثر علينا على محاضره على كذا ما عنده مشكله, لكن for a singer and those small things can affect. فأقول I may revisit examination again وgive advices general بشكل عام زوا على general advices hydration وفي البيت وشرب سوائل وكافي وكذا وreflux أتأكد مرودة ولا لا, و I advise her في vocal function exercises وgive advice على يعني أحد الخبراء أو الخبيرات في ال singing teaching. وانا انصح جميع الزملاء والزميلات اللي dealing with voice patients يكون عندهم معرفه ب the coach vocal coach او singing teacher يثق به ويحول له عليه يكون بينه تعاون. This is my advice. اتمنى انه شرحتها يعني اجبت على سؤالك دكتور جمال. Other questions from the participants. الأخ سعيد يقول normal to some people unable to perform higher register so need to modify the exercise. أتفق معك عشان كده تكلمت على المدى الصوتي الرينج. هل أنا مثلا أبغى أغني وأنا أحب أني أنشد وأغني, أنا لي مدى صوتي معين لو وصلت لحده الحد معين I cannot do it. أنا سألت السؤال هذا لبعض الخبراء قالوا ممكن you can extend your المدى الصوتي your range الفوكال رينج الى حد ما ان يستوب. ممكن الان هذا يور ليميت الان, لكن مع كونتينوس تريننج يو كان امبروف. ف تو مي ودسكشن مع بعض السينج تيتشرز انا لي تعامل معاهم التريننج كان هيلب, لكن يبدو اكثر في ذس ليفل في السبيشلايزد بيبل والرينج كان اكستند لكن برضه تو ليميت. I agree with you. ممكن أنا I cannot reach. ممكن حتى أنتوا تعرفوا بعض المغنيين ما ينزل ما يطلع high pitches. He cannot high register. الفالسيتو he cannot reach. هو صوته في lower levels. He can manage. لكن ما يقدر يطلع. You should know every singer has to know his or her range, vocal range ويطلعه ويمدده على حسب ما يقدر. طيب احنا الان اخذنا تقريبا ساعتين, اذا في اسئله ثانيه ممكن ما نزعجكم اكثر من كذا. اوكي I have just one comment final comments regarding this interesting topic actually Dr. Farid. I think we all are doing some sort of motor learning in our practice in our daily practice as you mentioned the phases you mentioned the pre-practicing and the practicing phases we are all doing these steps by default during our session or during the session with the patients, but you put it in a template of the motor layering, the classification or categories of motor layering. So it is a more organized, if we can say, but I think most of whatever you mentioned, we are doing by default in the session. Am I speaking about the voice therapy, for example? We are doing the motivation, the modeling, the biofeedback, and also in the practice module as well, we are doing most of the variables you mentioned by default. So you put it in a template, an organized template, to be more clear, if we would say. Again, it is an interesting topic and a new topic as well. I think there will be more studies about motor learning in our field. And I think we will see more research in this area in the near future. Thank you again for this. I totally agree. Topic. Thank you for this comment. One of the good things, like what is good also about this nomenclature, the vocabulary. الآن ممكن أنا زميل آخر زميلة أخرى هنا في other field ممكن we can talk about